صباح الخير جوزيف، بونجور رنا، كيفك اليوم؟ ماشي الحال. تاشا، احلى شيء بالبيتي هو هلا اللي كان عم بيعمله شادي، انه في حدا عم بحفزه، عن في جد حدا عم بيقول له لا يلا اعمل اكثر اعمل اكثر. فدائما بنقول انه لازم يكون في بارتنر بسبور كرمال هذا الموضوع. كرمال هيك وحلو الجيم حلو، ايه. لانه مش انت لوحدك بالبيت عم تعمل رياضه، يعني في مزبوط. عندك ممكن يكون حدا من اصحابك معك، في كوتش عم بيمرنك، في ناس تتعرف عليهم هنيك، يعني اوقات بتلاقي بتروحي انت وشخص حدا من مزبوط رفقاتك وبتصيروا مزبوط مثل تتحدوا بعض، اكيد. فهيك ببين انه لا انا بعمل اكثر لا انت بتعملي اكثر، فهذا كمان كثير حلو. مزبوط، فان شاء الله اكون عم شجع المشاهدين انه عن جد يعملوا رياضه. مزبوط، واكيد الرياضه جزء اساسي من طبعا. الحياه. فاول فيديو رح نحكي عنه هو يخصه بالرياضه، البول فولتنج. بتعرفي شو البول فولتنج؟ بول العمود. أوكي. البول فولتنج هو وقت يكون عندنا نحن مثل بار أوكي. محطوط على العالي وفي شخص بيركض بحط العمود وبينط فوق البار. كانت لعبه هيدي على السيجا. السيجا تاخذي المدى وتشوفي قد ايه قوه النط. وين بتنط يعني لتوصل فوق العمود؟ لا هلا هيدا الفيديو، هلا اكيد البول فولتنج كلنا حاضرين فيديوهات عنه، كلنا بنعرف شو هو، بس هيدا الفيديو انا حبيته لانه في رياضيه اسمها اليسن ستوك كثير حلوه. اول شيء حلو نبلش نهارنا بجميع الرياضه، هيك مجموعه هيدا اول شيء بتوين بارنتسز. بس حطت جو برو، كلنا بنعرف الجو برو هلا صاروا كثير عم بيستعملوها خاصة يفرجونا. مزبوط، بالاكستريم سبورتس، بحيلا نوع سبورتس، كرمال يفرجونا مثل الرياضه شو عم بيشوفه وشو عم بيحس لما يكون عم بيعمل الرياضه تبعه. فرح نشوف هيدا الفيديو ونرجع بنعلي عليه. يعني رنا هلا فرجونا بالاول الديمونستريشن تبع شو هي الرياضه وكيف بتصير، وبالاخر فرجونا عن جد شو عم بتشوف. هلا بنشوف بالخيال حاطه الجو برو على راسها وعم تركض، بس في منطرح، في حالك معينه عم تركض، وهون رح نرجع نشوف هلا هذه المرحله اللي أوكي. هي هلا عم نشوف هون. اول ما ترجع يفرجونا هي كيف هون الجو برو، يعني من وجهه نظرها لها عم نشوف هون اول ما تنط بتحسي عن جد نطيتي معها، وهذا هون هيدا الزانية عن جد بتحسي بالادرينالين، يعني عن جد بتحمسك. فهذا الحلو بالجو برو انه نشعر مع الرياضة. بس شو خطرة هالموف يلي عملتها؟ اكيد هي اصلا مش هينة اليسن أكيد. ستوك، اليسن ستوك عمرها 24 سنة من كاليفورنيا وهي بروفيشنال اتليت، يعني مزبوط فما نعمل منها. هلا بتعرفي كيف انشهرت اليسن؟ مش لانه شاطرة بسبورتس، انشهرت لانه حطت فيديو بال 2007 على الانترنت مبين فيها اكيد هي عم تعمل سبور، وكل العالم انعجبوا بأليسن وقرروا انه يصيروا يتابعوا الرياضه تبعها، فانشهرت. حلو، يعني مثل كثير من العالم هلا عم بينشهروا على من ورا شكلهم اكثر من مواهبهم. ثاني فيديو رح نشوفه فيديو بيضحك اوكي. كمان خصو بالرياضه، بس اوقات هيك بيصير في مواقف مضحكه بالرياضه، وخاصه اذا كان في عنا جروب من العالم عم بيشتغلوا مع بعض وبيصير في مشاكل. رح نشوف هذا الفيديو وبنرجع بنعلي عليه. هلا عم نشوف حرام مصابين، يعني عم بينقلون على تخبرنا كثير مؤثر، زعلت لهم، بس بيكونوا في شيء بيصيروا في شيء ثاني بس ينقلون. بس هيك حلو كمان نشوف هيك الجزء المضحك من الشغله. بس اكيد يعني هول العالم مدربين، ما بعرف هالقد قصص بسيطه هالقد عم بتكون عائق لهم، بكونوا ستريسي بالملعب يمكن. ايه توتر، بدهم ينقلوا بسرعه. وفي حرام مره انخزق التخت وقع الزلمه، يعني عن جد بنكون بشيء بسيط بنصير بشيء اكبر. هلا ثالث فيديو انا حسيته بيضحك، بتعرفي بنحكي عن البتس دائما. كان عندك شي مره عصافير بالبيت؟ ايه اهين شي العصافير، كل العالم عندها عصافير بس بيجوا كثير. ايه بس انه بالقفص محدود، بتشيل جريده بتحط جريده. لا كنت انقهر، كنت صغيره كنت افتح من القفص، يروحوا ويرجعوا، بس يرجعوا غير مطرح وتعوا يرجعوا، لانه تعرف تعودوا على القفص. عن جد ما عم بمزح، تعودوا على القفص. كنت انا وصغيره دائما افتح لهم القفص، يروحوا ويرجعوا اخر شيء. بتعرفي اصلا الباتس وخاصه اللي بيخلقوا يعني العصافير اوقات بيبيضوا بقفص معين وبيفقسوا البيت بالقفص، فبس يكبر شوي العصفور بيقدر يطير يمكن بيرجع. وخاصة إذا كان في حدا بعد موجود بالقفص غيره حاله بأمان أكثر، ايه بيرجع يمكن على بيته، يعني بيرجع عند عائلته. فرح نحكي عن عصافير، بس الأولز البوم أوكي
بتتخيل حدا يكون عنده بات او حيوان اليف؟ بتعرف نحن بلبنان ما بنحب البومه بس انا مثل ما بعرف انه البوم او البومه هي بورت بولار مزبوط. مش مثل السلاحف صحيح، بس كثير عالم بيعتبروها بورت مولار، بيقولوا مثلا بينق مثل البومه مزبوط. بس البومه كثير حلوه، كثير مهضومه هيك شكلا، والحلو فيها رقبتها بتبرم 360 درجه. أوكي. فهذا الفيديو عم نشوف هون حدا ركب جو برو بالحديقه تبعه، وكان في الباتس الاولز تبعه البوم تبعه هن اثنين، وركبون على ميوزك، يعني الطريقه اللي عم تحرك فيها رقبتها ركبها على ميوزك، طلعت كثير مهضومه. رح نشوف هذا الفيديو ونرجع من علي علي. يعني بعدنا وحدك فيك تعملي مثلهم؟ ايه محل في محل بلشوا ودوية السياره قاموا طلعوا هيك دبعيد نوم شو صار، بس مهضومين هيك. يعني نغير جو عن الكلاب وعن البسينات، نشوف كمان الاولز البوم ولذيذه هيك. يعني في عندك اوقات اشخاص بيرقصوا من هالنوع من الرقص بريك دانس او هيب هوب، وبيحركوا هيك رقبتهم وبيحركوا اصلا صاحبهم قد كرييتيف، يعني حتى انه هيك فكر شو شو باله طويل. ايه فكر هيك الشغله، نحط كاميرا ونشوف شو بيصير بس، ونركب موسيقى على الموف تبعهم اكيد يعني. اخذ لقطات يعني هذه مش صاحبه وحده، بس لذيذ الفكره. نحن اذا عندنا باتس بالبيت فينا قبل ما نفل من الشغل نحط كاميرا ونشوف شو بيصير. شو بيعملوا بس نحن نفل؟ ما بنعرف، بركي بركي بيعملوا هيك بيرقصوا وبيطلعوا مواهب. ثالث فيديو، رابع فيديو هو فيديو مواهب. نحن دائما بنحط مواهب هون، عم نحكي عن الانون تالنتس اللي ما بينعرفوا او ما بينكشفوا، بس اكيد الانترنت الاونلاين ميديا اللي هي بتوصل الفيديوهات للعالم وبتخليهم يمكن ينشهروا حتى لو بس على الانترنت. فهذا الفيديو لشخص ستريت، اذا بدنا نقول ستريت تالنت، يعني موهبه على الطريق، لا هو مرن له ولا هو يعني مثل هو مرن حاله بحاله. اكيد عم نحكي هون عن الطريق، هو على البسكلات. أوكي. عم بيعمل تريكس بالبسكلات. دائما بنعرف التريكس بسكلات خطرين، أكيد. لانه في يعني ماشيين بيكون في سرعه بيكون. رح نشوف الفيديو وبنرجع من عليه. يعني بتعرفي احلى شيء بالفيديو رنا انه هو سحبه وحده، انا ما حبيت اقصر منه لانه تبين من اوله لاخره بدون اي هو ما قطعش الزلمه، ما قطعش يعني. وكلها هي عفرت سحبه بس ما شبق بولا سياره حده، خطير كثير يعني المناطق حساسه اللي عم فيه اللي خطيره، يعني تيكون وصل لهالقد يكون محترف. بس حلو كثير واتيتيننج، حتى الحركه اللي عم يعملها، ايه الحركات اللي عم يعملوها عم بيعملها كثير صعبين ومبتكره، يعني ما بتشوفي منها كثير خاصه بالبسكلات. وكثير مواهب تنكشف هيك يعني عن الطريق، ما ضروري يكون بمحل معين. هلا انا ماكسيموم مشي البسكلات حدي، ايه بس بدنا نتبه هيدا اكبر التريك بعمله يعني هو بالزياده انا بعتقد، لانه اذا بدنا نجرب نعمل منه مثله انا بعتقد بنروح فيها. انت اصلا ما تطلع على البسكليت مثلا لسنه سنتين، عن جد ما عم بمزح، بتصير بدك وقت تطلع على البسكليت، بدك ترجع لتعمل بالانس، بدك وقت. أكيد يعني اكيد. فكيف اذا عم تعمل تريكس؟ عم تعمل تريكس وهالقد خطرين. هلا رابع فيديو كمان تريكس، فيديو اسمه ناونس. اوكي. هن الفرقه عاملينها ناونس، اسم الفيديو ماين. اوكي. بيحكي مثل عن هيك في مسج، نوع من الرومانس على نوع من التشيس، شوي هيك، لا مش فالنتان فالنتان، انه نوع هيك جروب من الاشخاص. أوكي. بس اشتغلوا كتير فيه على الفيجوال افكتس. نحن حكينا هذيك المره انه الفيديوهات كتير بيشتغلوا على الفيجوال افكتس تيلفتوا نظر، بس رح نشوف هذا الفيديو والفيجوال افكت تبعه ونرجع بنكمل. حلو مبدع عن جد، بس حلوه لو هيك بهالسهوله فينا نغير التياب، نعطي التياب لحدا وناخذ التياب من حدا ونقرش ما نلبس. بس هذا الفيديو انا حبيت احطه لانه رح نحكي هلا عن تريك كمان، يعني هون نحن عم نحكي فيجوال افكتس، كله اديتد، كله معمول بطريقه تيكون مبين هالفيديو. بس نحن رح نشوف هلا تريك في ساحر اسمه ديفيد، وفي دانيا اللي هي الاسيستنت تبعه، بغيروا التيبون اون ستيج بطريقه كثير سريعه. هلا اكيد عم نحكي هون عن تالنت اللي هن كانوا بامريكاز جوت تالنت باول سيزون له، رح نشوف الفيديو وبنرجع من عليه. بعدين شفنا هيك شيء بعرب جوت تالنت باخر حلقه قطعت. هلا هون عم نحكي اكيد من تقريبا من اكثر من 5 سنين، فرح نشوف الفيديو نتذكر شوي ونرجع من عليه. يعني مثل ما مثل نحن عملنا عادي، نحن كمان بنعمل تريكس يعني في اسرع من هيك. نغير لنا ما حدا يعرف شو عملنا. لا 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 ما حدا انتبه، سحب بس انا بطلت اقشع. نحن كان معنا
كان معنا دقيقتين يعني هون عم نشوف ثواني، بس الحلو انه في كيمستري بيناتهم. هلا هن سالهم بيتمرنوا مع بعض 12 سنه، وديفيد انعجب بدانيا وقتها، هي كانت هولا هوب دانسر وراح على شو كانت عم تعمله، كان هو من المشاهدين واقترح عليها الفكره وحبه. يعني بعتقد دانيا كانت كتير موافقه لانه اسرع من هيك ما في عن جد، ولا تخربطوا شعراتها ولا الميك اب دغري تغير على السريع. بعتقد كل بنت بدها مثل ديفيد بالحياة، أو لا نرتاح نحن، كل شاب بده مثل دانيا بالحياة بس حتى نحن ما يلطف كتير، نرتاح ما بيقعد عنا ما بيقعد عنا النطرة. بس ديفيد ودانيا هذا الشو اللي كنا عم نشوفه هو كويك تشينج اكت، اللي بده يرجع يشوف حاله شيء لون. مثل ما عم نشوف براندي كانت مسطلة، براندي من الحكم، وهن وصلوا لاخر شيء للسكند بوزيشن للسيمي فاينل وما كملوا. هولي كانوا اليوم، هولي كانوا الفيديو اللي نبعت مسج اليوم اخر شيء. بلا بعتنا مسج عن الضحك والبات وايه كله مساج مبطن. كله موجود. اكيد نحن بنشكرك جوزيف على فقره اونلاين ميديا، واكيد رح نطلع وينات نرجع نعمل تريك. يلا اوكي، كنا ناطرينك بكل جديد. ميرسي.